السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بيزل نيوكلياي. طبعا بيزل نيوكلياي ده الاسم الصح بتاعها، لان الصراحة جرى العرف والاسم الدارج بتاعها كان بيزل جانجليا، وزي ما انتم عارفين كده هو يبقى الاسم غلط، لان كلمة جانجليون معناها collection of nerve cells inside ولا outside the CNS؟ outside. وعشان كده بقى ال collection of gray matter ده هي cells جوه ال cerebral hemisphere، دي الصح بتاعها اللي اتقال عليها basal nuclei. ال basal nuclei دي او التي يطلق عليها زمان basal ganglia هي عبارة عن collection of gray matter. ف ال white matter of the cerebral hemisphere فين بالظبط؟ near the inferior surface. وعشان تتوقعوا near the inferior surface لدرجة ايه يعني؟ تصوروا ان ال head of caudate وال anterior part of the putamen ده هي. دول يا جماعة in contact مع ال anterior perforated substance، فهي so near to the inferior surface of the cerebral hemisphere. ويبقى ال basal nuclei عبارة عن collection of gray matter inside the white matter of the cerebral hemisphere near the inferior surface of the cerebral hemisphere. احنا عندنا أربعة basal ganglia، أشهر واحدة وأهم واحدة فيهم head وبادي وتيل اوف النيوكليوس. فالنيوكليوس دي قالوا لك ايه؟ ما دام دي بقى موديل نسميها كوديت نيوكليوس. عندنا نيوكليوس لها كونفكس سيرفيس لاترالي وكونفكس سيرفيس ميديالي. فبصوا على الباي كونفكس سيرفيس دون، قال لك دي تبقى شبه ايه؟ باي كونفكس بالمنظر دون، قال لك دي شبه اللينس العدسه. وعشان كده نسمو النيوكليس دي لينتي فورم نيوكليس. زي طبعا في نيوكليس كلكم عارفينها خدناها في الليمبك سيستم اسمها اميجدالويد نيوكليس، دي واحده من البيزا جانجلي. واخيرا في عندي الخط الهايف البسيط قوي ده اللي على اللاترال اسبكت، دي واحدة من البيزل جانجليا اسمها كولوستروم. فالبيزل جانجليا او البيزل نيوكلياي فور كوديت لينتي فور اميجدالويد ان كولوستروم. ناخدهم بقى كده واحدة واحدة. أول واحدة وأهم واحدة وأكبر واحدة وموديل ده هي اللي اسمها كوديت نيوكليس. الكوديت نيوكليس دي بتتكون من انتيرو لارج بارت. الانتيرو لارج بارت ده بيتقال عليه هيد اوف كوديت نيوكليس. الهيد اوف كوديت دي لو احنا رجعنا باكورد بتمشي باكورد، لما بتمشي باكورد تبص دي ابتدت ترفع وتبقى سمولر عشان تتحول الى بطن اوف كوديت نيوكليس. البادي ده هو حاجتين انه ماشي 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 لحد ما يعمل كيرفنج اراوند الاخر اللي هو مين الاخر ده؟ سالاموس. اول لما نعمل كيرفنج اللي هو بيهايند ذا سالاموس يبقى الجزء الرفيع التيبرنج الاخير ده اسمه تيل اوف كوديت. فدي ليها انتيرو اكسبندد بارت اسمه هيد، ثم هتبقى نارد اما تبقى نارد كده هو اللي ورا تبقى بادي، واما تبقى تيبرنج تيرمينال بارت يبقى ده اسمه تيل. تجميع كده هو مهمه، ايه علاقه الكوديت نيوكليس بالكافيتي بتاعنا؟ زي ما انتم عارفين each cerebral hemisphere
فيها كافيتي اسمه لاترال فنتريكل. فالكافيتي اوف ذا سيريبرال هيمسفير از ذا لاترال فنتريكل اللي انا منقطه ده اهو. اللاترال فنتريكل يا جماعه له انتيرور هور، له بادي او بيتقال عليه كمان سنترال بارت، بقى كمان له بوستيرور هور وله انفيرور هور. نبص ليه يا جماعه ايه وضع بقى الكودات اللي انا قلتها دي بالنسبه للبادي والثري هورنز بتوعنا. نمسكها واحده واحده. الانتيرور هور الهيد اوف كودات موجوده بالنسبه له فين؟ تحت يعني في الفلور ولا فوق في الروف؟ نبص ليه يا جماعه الهيد اوف كودات بتعمل الفلور and the lateral wall of the anterior horn of the lateral ventricle. امشي وراها مين؟ البطن. البطن ده بقى اللي هيكون ريليتد لمين؟ للسنترال بارت. انت تحت في الفلور ولا فوق في الروف؟ نبص لي يا جماعه بادي اوف كوديت هيكون برضه عامل لك الفلور وجزء من اللاترال وول اوف ذا سنترال بارت اوف ذا لاترال فنتريكل. التيل بقى اللي نازل اهو ده وطالع فورورد من قدام في الانفيرور هور. وضع بقى التيل بالنسبه للانفيرور هور تحت ولا فوق؟ الروف. التيل اوف كوديت في الروف of the inferior horn of the lateral ventricle. فالبادي في الفلور وفي اللاترال وول of the anterior horn. الهيد سوري الهيد في الرو في الفلور وفي اللاترال وول of the anterior horn. البادي في الفلور وفي اللاترال وول of the central part. التيل in the roof of the inferior horn. نبص نلاقي التيل يا جماعه بينتهي بقى بايه؟ بينتهي عند نيوكليس تاني. النيوكليس المدوره الصغيره دي اللي اسمها اميجدالويد نيوكليس. نبص يا جماعه الهيد اوف كوديت هي والبادي والتيل الريليشنز بقى بتاعتهم ايه؟ دي يا جماعه الهيد اوف كوديت في الكات سيكشن بتاعنا الحمراء دي، ودي النيوكليس الثانية اللي اسمها لينتي فورما. شايفين الهيد اوف كوديت سيبريتد من لينتي فورما بايه؟ بماس اوف وايت ماتر. الماس اوف مشروع دي اوف وايت ماتر التي يطلق عليها انترنال كبسول. فالهيد اوف كودين از سيبريتد فروم ذا لينتي فورم باي ذا انتيرور لم اوف ذا انترنال كبسول. يعني الهيد اوف كودين سيبريتد تماما تماما يعني من اللينتي فورم؟ لا، عند الانتيرور اند اوف ذا هيد. عند الانتيرور هيد اوف ذا هيد بص ده حصل حاجه غريبه. حصل الموقف ده يا جماعه الكوديت هي بتاعتنا هيد بادي تيل، ودي بقى اللينتي فورم، وده مش اي جزء. اللينتي فورم هنعرف كمان شويه انها جزئين لاترال بارت وميديال بارت. اللاترال بارت ده اسمه عباره عن بيوتامن، وميديال بارت اسمه جلوبس باليدس. عشان تكونوا مقتنعين شوفوا كده اللينتي فورم الجزء اللاترال الكبير بتاعها ده اسمه بيوتامن، والميديال بارت ده اسمه جلوبس باليدس.
نبص يا جماعه عند الانتيرور اند. الهيد اوف كوديت بتبقى كونتينوس مع الانتيرور اند اوف ذا بيوتامين. فيطلع لك بقى المنظر الحقيقي ده هو المجسم اهو. انتيرورلي هيد اوف كوديت از كونتينوس مع الازرق ده اللي هي بيوتامين of the lentiform nucleus. نبص يا جماعة الهيد اوف كوديت دي وضعها ايه بقى بالنسبة للانتيرور هورن اوف ذا لاترال فنتركل. ده يا جماعة كورونال سيكشن كده. في الكورونال سيكشن الانتيرور هورن بيبان لك زي ما يكون مثلث. ليه ميديا لون وليه حروف وليه الضلع ده بقى اللي في نص السنة. الضلع ده مين بقى بالظبط؟ ده اللفر مور بس نازل مكمل عشان يبقى مين؟ الفلور. فالانتيرو هورن ونفس الحكايه على فكره السنترال بارت اوف ذا لاترال فنتركل. اللاترال مور والفلور كونتينوس مع بعض وسلوبنج من المنظر ده. مين بقى اللي عامل لك الفلور واللاترال وول؟ الاخ الاحمر ده اللي هي هيد اوف كوديت. فالهيد اوف كوديت فورمينج ذا سلوبنج لاترال وول اند فلور اوف ذا انتيرور هورن. ماشي. بعد ما شفنا الهيد يبقى الهيد فيه ثلاث حاجات مهمين قوي انها سيبريتد من اللينتي فورم بالانتيرور لم اوف ذا انتينا كابسول. بس السيبريشن مش كومبليت كومبليت. انتيرلي احنا كونتينوس مع البيوتامين اللي هو الجزء اللاترال من اللينتي فورم. وبالنسبه لللاترال فنتركل الهيد اوف كوديت دي بتعمل اللاترال وول والفلور اوف the anterior horn of the lateral ventricle. نيجي بقى كمان بقى للبادي. البادي ده هو بقى اتكون ازاي؟ الهيد البلكي التخينه. الهيد البلكي التخينه ابتدت ايه؟ تمشي باك. فهي طيرت باكورد ابتدت ايه؟ يحصل لها ناروي. لما وهي ماشيه باك وكده بقت نارد تحول اسمها الى بادي اوف كوديت. البادي اوف كوديت ده هو يا جماعه اهم ريليشن ليه لازم تعرفها وضعه بالنسبه للاخ الاحمر ده. هو ايه الاحمر ده؟ سالاماس. ذا بادي اوف كوديت كيرفنج اباف اند لاترال تو ذا سالاماس. مش واضح؟ لا واضحه قوي في الرسمه دي بقى. البادي اوف كوديت ايه رايكم المنظر ده؟ طبعا ده السالاماس الكتله دي. ودي كانت زمان الهيد ولما ابتدينا نرجع لورا حصل لها ناروينج فبقت بادي. وشايفين البادي يا جماعه ارشنج ابورد اند باك. ارشنج ابورد اند باكورد بس احنا قاطعينها هنا اهو. ارشنج ابورد اند باكورد وضعها ايه بالنسبه للسالاماس؟ اباف اند لاترال تو ذا سالاماس. لسه مش واضحه. طب خد الرسمه دي بقى. الرسمه الجميله ده هي. ده يا جماعه كات سيكشن في منطقه ايه بقى؟ الكوربس كالوزم بادي اوف كوربس كالوزم نازل منه السبتم بيليوسيدم اللي اتاتش من تحت للمنطقه المشهوره اللي اسمها بادي اوف ذا فورنكس. والكافيتي بقى لما حاطه دوت هو ده السنترال بارت. سنترال بارت اوف ذا لاترال فنتركل.
او الذي يطلق عليه هو هو body of the lateral band. فين بقى السالامس بتاعنا؟ الاخ ده السالامس اهو. السالامس اهو. فين بقى البادي اوف اودين؟ above and lateral to the sulcus. وما بينهم بالله في حفره كده دائريه صغيره. الحفره الصغيره دي فيها two structures عدوا علينا 100 مره قبل كده. بند صغير قوي من النير فايبر. كنت قلت لكم اي بند صغير من النير فايبر يبقى اسمه سترايا. وده البند اللي اسمه سترايا تيرمينالس. وماشي معاها الفينس وهنقول ده اللي اسمه سلام ستاريت فين. فيبقى يا جماعه اذا ايه الريليشنز بتاعت البادي اوف كودين؟ ذا ارشنج ابورد اند باك. راجع above and lateral to the salamis. Where ما بين السالامس والبادي في سترايا ترمينالس اند سلامس ستاريت فين. طب lateral